هلا شحالك عمو؟ خير الله يسلمك، ايش تبين؟ اقول لك عمو، يعني بعطيك اياها كاش ومن الاخر، حلو؟ ربيعاتي مسوين عزيمه، وثيمه العزيمه ان كل وحده تطبخ شي طبخه وتجيبها وياها، فايش رايك تعلميني الطبخ؟ زين، ومن الاخر؟ قلت لك عمو تعلميني الطبخ. انت تبين تطبخين؟ غريبه. شيوخ اللي عيست معاها اقول لها دخلي معاي المطبخ عشان تعلمين، تعيي و24 ساعه مجاب للتليفون. ما اسوي حقها هالسالفه الحين تبي تتعلم؟ اوه عمو ما له داعي كل هالدراما، يعني شو في هذا السالفه كلها الطبخ يعني؟ اي بس حبيبتي ترى الطبخ حب والتزام وصبر. اما التزام فانا عندي التزام. بلا شو قصدك يعني عمو؟ لا ولا قصدي شيء. شوفي انا براويك التزامي، انت بس عليك تعلميني الطبخ. يلا قدامي الحين؟ علم متى بعد؟ يلا الحين بعلمك. مقاديرنا جاهزه. هاي هاي، ايش فيش تاخرتي عمو؟ رحت ابدل ساعه ونص تبدلين؟ هي عمو لان بصراحه قلت ادور شيء شي كول كاجوال عسى باخذ راحتي في المطبخ اتحرك. اي صاج زين زين اللي لبستي زين. زين عمو شو بتعلميني اطبخ اليوم؟ انا كان ودي اعلمك عرسيه. اي انا احب العرسيه وموت عليها، لكن فكرت وقررت اعلمك مكبوس. نوي عمو اسوي مكبوس؟ واي بصراحه لان احنا مسوين جذرنج شي بس بنات، فلازم الاكل يكون على قدنا. يعني شنو يعني انتوا يعني ما تاكلون مكبوس؟ هي عمو بس يعني احنا نحتاج اكل مثل كب كيكس، سمول سناكس، سندوتشات صغيره، شي شي يعني اكل طيور قصدك؟ بالضبط عمو. حركات يعني. شوفي انا فاهمتك وما بزيد وعيد، لكني بعلمك المكبوس، هذه احسن شيء تتعلمينه في المطبخ. او ماي جاد، انا ايش حقت فلسفت؟ لو طالبه اكل من الانستغرام ولا شاري اكل جاهز احسن؟ لا هذا انتم بس ما عندكم الا الجاهز. وايه ما ادري شلون باكر بتفتحون بيوت وشلون بتربون عيال وبتخدمون ريالكم وعيالكم. امشي قعدي امشي قعدي، تعالي هني هني قدامي هني هني، وقشري لي اول شيء البصل والثوم. السلام عليك احمدي. شبلك يا ابوي شبلك؟ سالت عنك اخوك يسوف، قال لي والله في الحجر هناك مو بطايع يطلع وتلاحقه عسى ما شر. احمدي ايش فيك بابا؟ احمدي افا عليك، بس ليش ساكن؟ ليش مسوي نفسك كذي؟ قول لي اذا حد مزعلك في البيت انا برضى عليك. عمور قايل لك شيء؟ شويخي غلطت عليك؟ سعاد اختك لازعتك؟ قول انا واحد بارضى عليك حمدني. الواحد سامزك كحكو بعدك قول كلش مو كحكو سامزك سامزك. لا 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 بس 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 اوه الحالة وصلت عند هذا. وين انا اعرف هذه الحالة. هلا هلا في عمرك ابوي. شوف انت شغلتين لا تسوي ويا بعض، يعني لا تتكلم وتصيح، لا تتكلم يا تصيح،
أنا الحين أبغيك تتكلم، وقف الصياح وتكلم عشان أفهم. الوعد ما يتحقق إلا بالرجال. غريبة، وعد ورجال، شو السالفة؟ أسبها شرب، قولي. خميس قط مرة وعدت نفسك بشيء وما وفيت. شوف الحقيقة أخوي حمدي، يعني إحنا بشر والناس كلها يعني يمرون أحيانا بظروف تكون صعبة تكون غامضة، مثلك أنت الحين أنت تمر بظرف غامض ما حد قادر يفهم لك، لكن في النهاية سلم أمرك لله سبحانه وتعالى، هو علام الغيوب. بس أنا خذلت نفسي وما أقدر أجابلها العين. جزب جوتا ما أدب من ضرع جوتا أقول قدري قدري أدب هلودي ترى كلنا نمر بهالظروف حبيبي حمدي، كلنا نمر بهالظروف. يعني أنت يوم كنت صغير مو مثلي؟ لا هو كو يعني كل البشر مروا بهالظروف. أحيانا إحنا يوم كنا صغار نسوي أشياء الحين لما نتذكرها نخجل منها، نستحي على أنفسنا لأن سوينا أشياء لو تتذكرت تقول أخ عيب شو. لكن هذه الحياة، نكبر ونتعلم، لازم نتعلم من الحياة. أحيانا أنت تبغي شيء وما يصير تزعل، لكن الله سبحانه وتعالى رايد لنا هذا الشيء لأنه بيعوضنا بشيء أحسن منه. يعني سالفة كلش عادية ها؟ عادية جدا جدا، بس أنت مكبر الموضوع. يعني أنا الحين أبغيك تطلع من هذا الحبس الانفرادي اللي أنت مسوي على نفسك، اطلع للحياة، انظر للحياة بفرح برح باستشراق. جزاك الله خير حبيب، والله حبيب. يعني شنو كسرت عظامي؟ عفان الله أبد، كنا قاعدين في عزيز. بليز ما أقدر أسوي شيء. يلا قدرين نسويك. I swear to God I swear to God والله يخرج عمو بليز. شوفي يا محريم ما كانت تطبخ ولا تعرف تطبخ، هدوها ريالي وتزوجوا عليها. باكر اللي رحتي عند ريلك اللي شافتش الطبخين بيقول عفية على أهلها علموها. قطعي عمو، الحب والالتزام مالك ما ينلب قص البصل يا البصل. أقول يا الثوم قطعي البصل. أمجي حسن يصر فحك هدلار. ادخل عموري حبيبي، ايش رايك تجرب الطبخة اللي طبختها؟ حاولي مرة أخرى يا بابا. ليش إن شاء الله؟ بطني زبالة أنا؟ تبيني يجي لي سال؟ لا والله عمور بليز عاد الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك جربها. زين شيخو جربي حتى الثاني، عندك أبوي عمو سعاد إخوان، تعالي إخوانها بلاعين يسرطون أي شيء ودي لهم. أنا ما أبغي البلاعين اللي يسرطون أي شيء يجربون طبختي الجديدة اللي أول مرة في حياتي أطبخ. بليز يعني عمور أنت عندك ذوق وايد حلو في الأكل. والله يعني أنا تحسين عندي ذوق؟ طبعا. ليش انا اتصل بك لما اظهر ويا ربيعات يقول عمور بليز قلنا عن اسم مطعم حلو؟ لانك انت ما تختار الا المطاعم اللي اكلهم طر. صح طر، حتى بديت اكتب زوماتو بعد. والله لحظه بنسويها بطريقه ثانيه اصبر. شو كيف يعني شو بتسوي؟ بصور سناب، خل بس شلتي. يلا يلا عدل عمر. هاي سنابس، انا اليوم اول مره اطبخ واخور عموري، طبعا اخور منو اقصد اخوي عموري بيجرب الطبخه. هاي الطبخة حلوة، ليش تبيني أجربها؟ لا والله على المصاخ، يلا عاد كل.
الله خاطرك بس بسرعة جرب. نطبات شيخو حلو صدق والله؟ والله أمدي. شو اسمها هالأكلة؟ تشيكن تشيكا. تشيكن عرفتها، تشيكا شو؟ شيخة. أهم شيء عيبتك الطبخة؟ والله طر حلوة. أنا درسنا. شو بعد؟ عمور شو رأيك في الطبخة؟ طر شفتوا؟ هاي الطبخة السنعة مو بحب والتزام وصبرة ونا أو أمدي الطبخة ولا علاقة؟ إيه سخيف. أقول لك من اليوم ورايح بيكون اسمي الشيف تشيكا. شوي 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 يبيني تبيني ذبحته الولد مريض مريض شوي شوي يا يسوف شبناك يا أخوي ما تعرف تسوق ما تعرف الدز وش لك الدز أنت إيش حقك تتصدى للمسائل عارك أنت دز ليش الدز أنا متعود على سيكل مو على هذا بطني أبوي بطني عورني بطني قد قالك لا تأكل من أكل المطاعم قد قالك لا تأكل من أكل الكافتريات هذا الحين النتيجة هاي أبوي أنا متى أكلت من أكل الكافتريات هاي شيخو قصت علي ما أدري شو طابخه وحليلة يقول الدكتور عنده تسمم تسبب أنا مستغرب تسبب كيف وهو باكل أكل شيخه أنا كيف واحد يتسبب باكل أكل البيت بابا يعني سوري بس مو بذنبي إذا ولدك بطنه رجيج وما يتحمل الأكل النظيف زي كذي في حد يتسبب من أكل البيت أبوي أنت تمزح ولا تتكلم جد يعني أنا بالعمالة بتسمم مثلا ما عليك بالله أنا مو متعود على أكل البيت علشان كذي تسبب معليش طبخي طبخي بابا زين بابا شو رايك تجرب اكلي الله اكبر الله اكبر انت شو تسوي انا ازخ قمل اي قمل ما فيني قمل خوز يدك خوز ما في قمل ما في قمل ما في انت طالع رحله صيد هد شعر الولد خلاص انا بابا بجرب اكلك ولا يهمك انا باكل اصلا انت مجرد تطبخين هذه في حد ذاته انجاز الله يا نظر عيني يا خناتي هي نعم اتفكر في بطنك ما تفكر بطني انا شو انا يعني ما اكل يعني ما فكرت فيني انا يا ابوك انت تاكل الاخضر واليابس انت ما حد يحاتيك شيوخ انت شلون تعلمتي عمو انا بنت يعني هاي غريزه في البنت انها تعرف تطبخ سو ما احتاج حد يعلمني الطبخ حبيبتي شي طيب شي رائع فود السردي يلا تفضلوا بالعافية عليكم ما شاء الله ما شاء الله شو هذا بابا أكل لا صدقت حريت زينة أدري إني أكل شو هو هذا الأكل شو طابخة لا تطلعيني مو أنت اللي طابخة قولي لهم زين عادي أقول لكم بس ما حد يزعل نزعل ليش نزعل أنا ما أعرف شو طبخت يعني بالله عليك يا النملة حد ما يعرف شو طابخ؟ كي انت طابخه وانت مسكره عيونك مثلا؟ لا هي اصلها يعني مسويه يعني طبخه ما لها اسم صح؟ بالضبط عمو حبيبتي صح بالضبط. عادي 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 شيخو عادي خماس عادي شو عادي؟ ترى الناس يعني كلها تسوي وتطلع هاي الاكلات يعني عادي زين شو رايكم يعني تبدون تاكلون؟ جرب يعني؟ يب بسم الله الرحمن الرحيم أخوي يوسف نعم قل بسم الله لا ما يستوي طالع عمرك العين ما تعلى الحاجب أنت أول لا فعليك أنت ريال ضيف عندي قل بسم الله فعليك يكرم زينك أنت الأول أقول لك لحظة طلع أبو الساعة هذه خلي ما رايلك عندي لحظه ماي باي باي لا خلاص لا حاضر لان اختي كانت لا تتحول غشمر معك اخوي تغشمر لا الولد الولد او سوري تذبحني ترملني ذبحني ايش تبغى بالساعه ادفو البيض الساعه ايش حقت متى قول بسم الله اكلوا 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 لا تعزمون اكلوا اكلوا تشعليك تشعليك تبي تاكلي ويانا؟ لا حاشي ما ابي اوكل عيل اسكتي مالك شغل ان شاء الله ان شاء الله يوسف نعم خلنا بنكسر خاطر البنت وتفضل ابوي انا وياك ناكل ويا بعض عشان لا تقول لي ضيف ولا تقول لي راعي البيت تفضل بسم الله نعم. واحد اثنين ثلاث قص علي قص علي لا عيب ناكل يلا بسم الله بسم الله يلا بسم الله والله كيف؟
واو الله لذيذ والله. انه شيق ولذيذ. شيق شو فيلم تعقلت عيش عيش. لذيذ لذيذ لذيذ. شديد المرونة. شديد المرونة شو؟ تتأكل الحديد التاء. عيش عيش. إنه كما الصاروخ يصرد إلى المعدة بدون تعب. شو طعمه؟ شو طعمه؟ صراحة طعمه مثل السمك. خميس شو رأيك أنت؟ الله صدقي والله كنت بتخوف بس مطبوخ بإتقان. البهارات مضبوطة، الملح متوازن، الحقيقة الأكلة هذه تستحق. أنت نجحتي نجحتي مبروك، نجحتي وبالتميز، نجاح 5 نجوم ما شاء الله عليك. ثانك يو بابا. عمو سعد تبين أغرف لك؟ لا 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 أبي ولا بجرب، بس لا تكثر أنت لا تكثر. شالمصايب شالمصايب يا شيخو شالمصايب. طول عمرنا حضن يضمنا كلنا كلنا أجيال وراء أجيال. بس يعلك ما تحلم إن شاء الله بالخير. بابا ام سوري سامحني الله يخليك. هاي بطني هاي بطني هاي بطني انا اسفه ترى والله ما كنت اقصد بابا هالشيء بليز سوري. سوري سوري هاي نتيجة سوالفك؟ ما تبين احد يعلمك الطبخين؟ يلا يا شيف رويني الحين. يعني عمان شو مسوي الاكل اللي حصلته في المطبخ؟ حمود على عبود على سلوم على رشود وسويت طبخة. يلا على ابليسك ما شيء طبخ ما شيء وكل ايش فيك انتي يا اختي سعاد؟ صراحة هذا الاكل اللي اكله خميس انا اكلته بس ما سوى فيني شيء الحمد لله. صح لا 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 بس ابوي اسمعني اسمعي بقول لك شيء. خلينا الحين نتصل في الرقابه الغذائيه يجون يفحصون الاكل. هاي عادي تسوي اي شيء اي فيروس تنهي البشريه كلها ابوي. عفوا انا لا اخبل انكم تتكلمون على شيخ عيب عليكم. لا انا ما ارضى عليك صراحه يعني. شفت بابا بدا يبينون الريايل. نعم افا عليك يا شيخ ابن خالي انت تامرين امر. نعم هذا وانا لو اكل تراب لو اكل اكل منتهي الصلاحيه من 12 سنه ما يستفيد ابوي. هذه فيها مريل ابوي فيها ذكور هذه. نعم ريالنا سيود بطني. نعم صادق صادق ريال بتشذ مخك نص نص وسمعك تجيل ما تسمع. عفوا سلامة راسك ابوي. اقول لك هي سوف عندي سويت في المطبخ ما حد جربه ودك تجربه؟ يو انا بحياتي ما اكل سويت. ممكن اكل نعم يلا انا ذنكم حبايبي حبايبي. وين ساير يا جسم حني؟ خليني اروح. وين ساير يا جسم حني؟ خليني اروح. وين ساير؟ خليني اروح خليني اروح. يوزع حسبي الله على ابليسك هذه متيتم خلق الله. سعد سعد ابوي سوي اوردر من فضلك كرسيين زيادة حطيهم هني. الله يرضى عليك. ابشر ابشر. حماني قوم 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 معاي الحق على اخوك. ايش فيه اخوي بعد صاير؟ ياي علي الدور شيخو قاعد تطبخ وتجرب اكلها فيهم. اي دور وبعدين خل تطبخ وتجرب ايش خصك انت؟ اي يا حظي اي يا حظي اخوها وابوها طايحين. اي انت ما تدري عن شيء قاعد هني حاط ريل على ريل. طايحين قاعدين واقفين انا شي خصني سعاد انت بعد طلعي منها؟ ايه انا بطلع منها هما كيفهم بس اخوك المطفوق المفجوع اللي ياكل اليابس والخضر اخاف يروح فيها قاعد ياكل من اكلها. زين ايش تبين اسوي الحين؟ ابيك توقف وتوقف هالمهزله هذه. اي مهزله حكيش ترى صاير وايد اوفر.
انت اللي اوفر، انا اللي الحين بأبور لك بكففه على صواطرك. قوم قوم من مكانك، انقذ الموقف هناك. خليني خليني برتاح شوي. اقول لك قوم قوم تلعون قوم. اي على حظي عندي اخوان بس شذي رجايه. يبه 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 مضري مضري حملني اصفط لي عندهم اصفط لي عندهم. شو اصفط لك موقفك؟ ايش فيك؟ قلعتك تستاهل انت اي شيء يعطونك تاكل لانك انا اول ما اكلت ما استوى فيني شيء بعد. يوم ما استوى فيك شيء ليش الصورت وزيد البغوة عندك؟ ها هذه هي النتيجة. لان هذه مو بأخو اللي تشوفينه، هذه صخرة يمشي وياكل اي شيء قدامه حتى القراطيس. لا تقول قراطيس. يعني الصخرة زين. يسوف تعال تعال صف ويانا. تعال يسوف ويانا. هذه حالة يا جماعة الخير، كل اللي في البيت صاروا على كرسي متحرك. زيت كذي زيت كذي شيخ، وش سويت فينا؟ سويت فينا بابا؟ يعني انا ما سويت شيء، بس شي سويت خلطه شي، يعني خلطه على الخفيف قلت بشوف. تستاهلون، قلت لكم لا تاكلون، قمتوا وكليتوا اكلوها الحين. مطري شبيك؟ مطري اختي. ها مطري حمامك وين؟ وين حمامك وين؟ حمامك وين؟ حمامك وين؟ هناك 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 هناك. لا حول ولا قوة الا بالله. حالته صعبة وايد وايد. احنا شو نسوي الحين؟ وين توهقنا احنا الحين؟ شو زين زين كذي الحين بيخيسنا الحين؟ زين كذي الحين احنا قاصرين، شو نسوي الحين؟ ما يستخشمه شيخو زاد اكل عندك مسويتيه هذه الاكل زاد شوي من زاد؟ هي هي باقي شويه تبغي؟ شبي انت شبي؟ ايش فيك؟ مو شايف الحالات اللي قدامك؟ تبي تصفط معاها؟ يا كتيك انت في الغمام؟ لا يبي لي شوي ابي اكل يكون اصف يمهم هني، ولا قعدتي في الحجرة أكل في نفسي. لا تخيلك خليك صاحي الله يخليك، ما عندنا حمامات كفاية. لا 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 واحد احنا قادرين على اثنين، أرجوك الفريج كله بيهج، وبعدين احنا نبغي واحد صاحي يكون يعاملنا، نحن طايحين طيحة. أرجوك خليك كذا مثل الديرس علينا. بطني 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 يا أخوي. أوقف في مكانك. أنا واقف. إيش فيك أنت؟ أنا ما حاجيك أنت يا حظي، حاجي شيخو. شيخو وين رايحة وشنو شايلة في يدك؟ سايرة بيت تربيعتي، وهذا أكلي اللي سويته. سعاد. نعم سيدي. فتشيها. حاضر. امشي بالعدالة تكرفسين تين على بوزج. أنا اللي بكرفسك يا الدب. حاضر سيدي. أنا ما قلت هالأكل قطي. وزين عمو يعني وش حقا قط الأكل؟ ما يستوى يصير ويدي فاضية. يعني زين تروحين حق لوادم مسممينهم؟ أسممهم؟ يا بابا أنا مسويت لهم شيء خفيف. خفيف يعني شنو؟ لا والله خفيف يعني مسويت لهم سويت الأكل هذاك خلص بح بابا ويسوف خلصوه. مسويت لهم كيك، ولا الكيك بعد يسمم. شيخة حطيتي لنا شيء إذا زاد حق الشباب وناكل يعني شوية بس. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يلا مع السلامة بتأخر. يا هلا يا مرحبا بالخشوب. اصبر اصبرت وانورت. حيا الله حبيبي. زارتنا زارتنا. سلامات سلامات. الله يسلمك. ما تشوف شر. انت تسرق ساعتي؟ لا هذاك اسبوع انا حماني غير. هذا بيت خميس؟ لا خميس بيت هذا؟ خميس بيت هذا لا باب البراحة هذا. انت شوفيك شوفيك ما شاء الله ما شاء الله كذي الخبر انتشر برا عندي برا ما شاء الله. حياكم الله حياكم الله. ها يوم قلت لكم الريال في شيء زين تلاحقنا ولا كان مات؟ خير خير شو مستوي؟ طمنونا. سلامة راسك والله ما في شيء الحمد لله. مشكورين يوم جيتوا تسألون عني مشكورين. منو قال لنا نحن جايينك؟ احنا جايينك. ايه احنا نسأل عن حموني فقدنا وين نطمن عليه بس. انتوا الحين ريال طايح ويج متسببين حالة تعالى انتوا مو جاي تزوروني انا؟ لا تعال صدقون عاد زيارتكم هذه اعادت لي الامل وحسستني ان الدنيا بعدها بخير.